ذكاء انت اللي بترسمي ذكاء لا ذكاء اللؤة. انا طولت عليكم واتمنى تكونوا بخير. ذكاء بيت لوليان ذكاء نغم يجو جرحت تواصل تفاليا نهار اسود بتاعت امي اعمل ايه قبل ما تشوفها الصبح ست الكل هتمرجحني. لا يا نغم خلاص يعني هتتمرجحي يا نهار اسود. امي لما كنت بعدي جنب الحله ما تجيش جنب الحله والله اعدي والله العظيم. لا انت ربنا معاك شايفين وربنا من الله يسترك الله يسترك يا عزيز والله انت حبيب يا عزيز والله محترم جدا. ازيك يا مروه سلمت على ما تقوليش الله يستر ايه ما قلتليش الله. ازيك يا كريستيان الله يسترك بحبك يا كريستيان استنى بعدك يا نغم. الحمد لله امتحنت ونجحت وما كنتش عارف غير اسماء المواد العيال دي ماشي معاها بفريع. سلفني شعرك لا اله الا الله. ازيك يا نادين كنت بتعمل ايه في الامتحانات وهم كمان. انا كنت بطلع اكل كشري العيال كانوا يقعدوا يعيطوا البنات تقعد تعيط وانا اطلع اكل كشري اتعيط مش امتحان وخلصنا. انا اصلا كنت اعرف والله اقسم بالله انا ساعات كنت مش اعرف احنا في الترم الاول ولا الثاني. الورق كان عندي فقدان ذاكره. الذاكره دي ايه اغرب حاجه حصلت لك في امتحان؟ انا مره يا اسطى مره من كتر الهبد اللي انا هبدته على الاله والله العظيم الاله الكاسيو اللي هي الكتيره قوي دي والله العظيم كتبت لي ايرور اللي هو انا عمري ما شفتها عمري ما شفتها كتبت لي ايرور غلط. انت بترزع اللي هو انت بترزع. ايه اكتر حاجه كانت بتضايقك كنت اكتر حاجه كانت بتضايقني لما اروح من البيت امي كانت دايما ما عندهاش غير كلمه واحده لما اكون حالق بقى ومظبط نفسه ما عندهاش غير هو انت حلقت؟ اه يا امي اهو حلقت. لا انت مش باين عليك حلقت فين الفلوس اللي حلقت بيها؟ والله حلقت هي كانت مقتنعه ان انا ما بحلقش. يا نهار اسود ايوه يا جو حبيبي يا اسطى قلبي ازيك يا ايه ازيك يا بائس ازيك وجودك شيء متالق ستورك في فيديو يوتيوب نزل ناو انا المفروض برفعه انا سايبه اترفع اصلا ما اعرفش نزل ولا لسه. بيزو بتعمل ايه لما بتنام عند البنت دايما تشبط فيا والله العظيم ليه انا جايب لها اكل وحاجات مش عارف امها تمشي من هنا تصحى بالفجأة يا حبيبتي اتخمدي لا لا كانت تعبانه قوي. كنت بتعمل ايه مع الاسئله اللي ما بتعرفش تحلها او تجاوبها؟ كنت بلغيها انا كنت بلغي لنفسي يا ابني انا كنت احسن واحد الغي لنفسي بلغ ذكاء اسراء ذكاء جديد والله كفايه. يا جو انا اسمي عبدو وزهقت وبيطلعوني يقولوا لي عبوده انا اصلا بقول لك يا بوده او بودي. شفت ماتش عبد المنصف كان فيه جون بص اي حد يعني عبد المنصف ممكن تلاقيه يتحول ل ل ل ل ل ل ل لنوير اي حد في الكوكب هيتغير قدام الزمالك والله العظيم ما احنا فرقه فار. ازيك يا فطومه ازيك يا فوزي ازيك يا بت رنا قول لي احلى سلام لمصطفى ازيك يا مصطفى عشتنا وما تجيبش عنا تاني ازيك ولا طلع بيزو بيزو الاطفال ما ينفعش تطلع لايف وكده كده بنت الكلاب. نفسك في ايه في ماتش الزمالك اللي فات؟ انا كان نفسي اجيب مفتاح انبوبه اقسم بالله وانا قاعد وانا بتفرج على كل ما اقول ابطل اتفرج على الزمالك لازم اتفرج عليه. النادي الزمالك بص الزمالك ده تحس ان هو والله العظيم انا قلتها قبل كده مبني على دار ايتام والله على حق ولايه يعني واخدين فلوس يتامى ما تفهمش. ذكى زيزو ذكى الصراط والله العظيم حاجه
دين 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 دين. استنى عشان الكومنتات بتروح مني. زكاة التمية يا دكتور، زكاة فادي، زكاة سارة، زكاة شروق، زكاة شهد. الفضفضة نوع من التعري، فلا تعري ضعفك إلا لمن كان حريصا على سترك. اصلا بلاش تخلف، اصلا ما تقولش اسرارك لحد وخلاص، ما تقولش اسرارك لحد. ايه يا عم يا جو، مخنوق قوي وفي مشاكل كتيره ودايما يقولوا لي كلمه معلش. انا مره مش هتصدق اول دكتور نفساني كانت واحدة، رحت لها فقالت لي كان ده زمان قوي، قالت لي معلش. لا لا لا، قلت لها كده، قلت لها يا بيتيني قوم على الراحة اللي أنا فيها، شكرا إن أنت قلت لي معلش. يا كنت دافع فيها ساعتها 300 جنيه، قلت لها يا 300 جنيه قلت لي فيهم معلش، قولي لي معلش تاني كده هديك 600 جنيه. الله العظيم كانت دكتورة رخمة قوي، كل ما اقول لها حاجة تقول لي معلش. مداد طبيعي، مداد طبيعي. ما كنتش بتعرف تعالج. ماذا لو عدا معتذر؟ ماذا لو عدا معتذر؟ استنى هو اقول لك، لو عدا معتذر استنى. مفيش والله العظيم بأوسخ شبشب على دماغ امه. انا بتهان نفسيا. بص هقول لك على حاجه، في ناس يا شادي في ناس بعد صبرك وتنازلاتك وكل ده هتطلع برضو وحش، برضو انت وحش، بس الاخر انت وحش من الاخر. اعمل ايه؟ انا دايما تعبان مع اهلي ومع اصحابي دايما بيقللوا مني لان انا متواضع معاهم. دايما لو انت بتقدم فكره ان انت هادي وقليل وبتاع هيديك الاقل، فاهم حاجه؟ فدي عيب عند الناس. ذكي شادي. شكرا يا شادي والله العظيم. ادعوا لي عندي بكره. ايه امتحان بكره يا ولية؟ روحي ذاكري. قول في المايك رامز جلال نجم اليوتيوب. جو قول لي ازيك بقى. ازيك يا فوفا. قول ازيك يا فتحي. يا جو ابويا عارف اني شربت سجاير وجاي بكره، اعمل ايه؟ الأهم من اللي أبوك يعمله معاك أو اللي أنت تعمله، أنت بطل سجاير، ده المهم عندي. علقة وهتعدي وكل ده هيعدي، المهم هتبطل، ده المهم. يعني موقف بكرة زي بعضه زي دبنا في بعض، المهم هتبطل، أنا عايزك تبطل. ده اللي فارق معايا. ولو أنت راجل جدع كده زي ما بنقول كاس ندال، خش أقول لأبوك أنا بشرب سجاير ومن بكرة بطلها. مش هتشوف في ايدي سيجاره تاني، ومش هتسمع عني كلمه سيجاره تاني، ولو سمعت كلمه سيجاره تاني فعلا عاقب العقابين. قول له والله لازم تسمعني، طب جرب تسمعني، قول له ما تعاقبنيش المره دي، قول له انا بقول لك ما تعاقبنيش المره دي، وانا بقول لك من النهارده اكلمه كده راجل. على فكره الابهات لو انت كلمته راجل للراجل والله لازم تلاته هيسمعك. لو انت سمعت مش شفت، سمعت ان انا شربت سيجاره تاني، عاقب العقابين واعمل اللي انت عايزه. انا مش هشرب سيجاره تاني، بس صدق اقسم بالله يحترمك وفعلا هيبعد عنك، يعني اعتقد يعني لو هو يعني فاهم الدنيا صح. يعني طبعا حتى لو ضربك هو فاهم الدنيا صح، لان هو خايف عليك. ما عنديش طاقه يا عم، صل على النبي. يتعافى المرء بيه يا عم، اخرس ما بيتعافاش والله ما بيتعافى. يا اسطى قرار الغاء ليه؟ يا اسطى الزمالك ده اكبر دليل ان احنا بنعشق اللي الزمالك ده يا اسطى ده بيخنجر هنا والله العظيم، تعبني نفسيا. انت بتعمل ايه في الاكل لو سال ايه؟ كلت ولا انا بقول لهم كلت وهاكل معاكم. لا يا باشا انا في الاكل هاكل اي اكل هاكل. مش عارف الخصام، انا فخور بالخصام. ازيك يا دودو يا دودي
ازيك يا اسطى؟ ايه بتروح من الاوضه؟ جو ايه رايك في كليه صيدله؟ صيدله حلوه لو في مجموعه يعني، بس لا يعني الجراحات، الجراحه فلوس الجراحه اكتر. و صيدله، صيدله حلو جدا، بس هل في امكانيه؟ صيدله حلوه، صيدله حلوه حلوه، بس لازم يكون معاك فلوس كتير عشان تعرف تفتح صيدلية في مكان نظيف. او على فكرة الصيدليات مش مهم تبقى في مكان نظيف قوي، لان انت بتعتمد على الواقف فيها يعني. الصيدليات كلها يعني واقف على اللي واقف فيها، لان هي بتعتمد على البيع والشراء وبتاع. ما فيش. ازيك يا روان؟ ازيك يا روان؟ قلت ازيك يا هجورة؟ ازيك يا هجورة يا اسطى؟ انا متضايق فشخ ومش عارف من ايه. انا قلت لك قبل كده كتير قوي الموضوع ده. ده الكتاب حاول صاحبه حبيبي يا اسطى. قلبي ايه رايك تستنى من الناس؟ تستنى وحش، تستنى من الناس الوحش عشان ما تتفاجئش بالحلو. اه دي نظره حلوه. ذكاء هوبا، انا عايز اقرا الكومنتات من هنا عشان تبان اسرع. شو اجمد كده يا اسطى؟ معلش ما فيش. ازيك يا بنت يا مارينا؟ ازيك يا مارينا؟ ايه رايك في مجال الميكانيكا مع العلم ان انا بعشق العربيات اكتر من نفسي؟ انا بعشق، دور على كلمه انا بعشق واجري وراها. اي لو بتعشق رقص الدانس روح اعشقه، اجري وراها هتنجح فيه. اه والله كان بدل بتعشق حاجه اجري وراها، سيب اي حاجه واجري ورا اللي انت بتعشقه والله العظيم. ليه بقى؟ ساعتها هتبدع وهتشتغل وهتاخد فلوس حلوه قوي قوي قوي. يا عم ليه؟ اتفرج على تيربون، تيربون بيلعب لعبه خد منها فلوس قد كده. يا ربنا يزيده، ربنا يزيده طبعا يعني، ما بنحسدوش، بس يعني يا ربنا يزيده اكتر واكتر. بس هو عشان بيعمل حاجه اللي بيحبها. ممكن تلعب ببجي بس ما تجيبش الربع اللي هو بيجيبه. ليه؟ انت ما بتعملهاش وانت بتحبها، انت بتعملها عشان الفلوس او عشان انت بتحبها، انت بتعملها عشان الفلوس او عشان توصل زي تربو. جو اجمد واجمد واحد في الدنيا. ايه يا كرشت؟ والله كرشت بيلا. مفيش واحده. ازيك يا مهره؟ ازيك يا بنت مهره؟ ازيك يا ماريا؟ يا ماريا، ماريا لا بنت ماريا، ما سموكيش ليه مريم؟ ريحت علي. امتى حاسس ان الارتباط مش هم او مش تقل؟ مش فاهم السؤال. فيتا يوزر، مش فاهم السؤال يا فيتا يوزر. جو مس يو، مس يو اكتر كتير قوي. ذكرت ايه؟ قرار جاء اتاخر، ده نتيجه قربت تطلع. جماعه كتب على الفيس ايه يا جماعه؟ مفيش تاجيله لسه، شايل فد الصبح. لا بيشيلوا مواد كتير قوي. ابقى عشان كده الله يسترك.